مرحبا فداي، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلين، بعد زمان والله. منيح اللي تذكرتنا حبيبي. شو شكلك مشغول فداي؟ انا المشغول؟ ابدا اطلاقا بتاتا، انت المشغول. ايامك يا عمي. شو كيف الاعتصام معك؟ اوف يا رجل، تعبان كتير، فرطان. هل كان عم اقول لك الله وكيلك كل الشغل فوق راسي؟ ايه طبعا طبعا، لانك البطل الصنديد اللي كان رح يضحي بحياته ويحترق بالنار مشان يدعس علم العدو، ما هيك؟ اخي فيديل، قصدك بخدمه. البطل اللي كل الناس بيقصدوه، اقصدني انا بخدمه؟ معقول؟ بصراحه فيديل، يعني بدي اطلب منك طلبين. اول واحد، حاسس انه عندي فجوات وثغرات بالاغنيه الوطنيه وصار لازم زبط هالخلل، وانت ما شاء الله خبرتك واسعه بهالمجال. أنا آسف حبيبي، ما فهمت شو قصدك. يعني ثقافتي بالأغنية الوطنية ما أنا كتير ماكنة، فقلت بركي حبيبي وصديقي ووليفي فيديل بعيرني كم كاسات لمارسيل خليفة، أحمد قعبور، أو لا شو قالوا لي اسمه، خالد الهبر. شو متطورة أحوالك، وصلت مواصلك لخالد الهبر؟ ما بعلمي أنت مدمن عروبي وسوزان تميم. لك ايه، بس بدي احفظ اغانيهم. بتعرف كل الشباب عم يرددوهم بالاعتصام وانا ماني حافظهم، وكلك نظر في ذيل، ما بدي اطلع بالخجله قدامهم. وطبعا انا مطلوب مني هلا عيرك هالاغاني والكاسيتات، ما هيك؟ ايه والله يا ريت. وبما انك فاضي الاشغال وما عندك شيء، بركي بتكتب لي كلمات الاغاني وانا بحفظهم بعدين، حباب في ذيل، يعني اذا ما في اسئله. ما بينعز عليك شيء يا بطل. والطلب الثاني؟ الطلب الثاني كثير كثير سهل. بدي اخذ من عندك صوره تشي جيفارا، هي المعلقه هنيك. ليش؟ بدي اطبع مثلها على كنزه والبسها بالاعتصام، وبالمره بصور الصوره وبعلقها بغرفتي. فشو قلت؟ يا سلام يا سلام على الوطني، والله اشعر بدني من كثر ما تاثرت. شوف 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 كيف غرغرت الدمع بعيني. شكرا. شوف يا سيد فخري، اشرطه مارسيل خليفي وخالد الهبر ما راح يرك ياهون، مو منشان شيء، بس لاني بظن انك صرت بوضع باهلك تالف اغاني وطنيه اهم بكثير من مارسيل خليفي وخالد الهبر. وصوره جيفارا كمان ما راح يرك ياها، مو منشان شيء، بس لانك يغزي العين. وما شاء الله صورتك يا شي فخري صارت اهم واشهر من صوره شي جيفارا، ونضالك السياسي وتجربتك الوطنيه صاروا اهم اهم بكثير على فكره. طلعت ورق العنب من الفريزر؟ ايه حبيبتي طلعت. مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافيه. الله يعافيكي، انا تعبان كثير ماما، طالع نام. بدكم شيء؟ لا برضاي عليك فخري، لا تطلع تنام. خير؟ شو في؟ نعسان كثير ماما. ايه حبيبي، في دقت لنا مايا وقالت انه رفقاتها معتصمين عندها بالبيت، بدهم يتعرفوا عليك ويتصوروا معك. يا الله، ام وقتها. ييه شو بدنا فخري ولو حبيبي. هي مايا. ماشي الحال، دقوا لها. دقي لها. يلا. شفتوا الصورة الجديدة اللي نزلت لي؟ لا، هات ورجينا اياها. ايه مو تكرم عيني. شوفي ماما، شوفي ما احلاها. يا عيني شو حلوة. شو؟ العيار يلي ما بصيب بيطوش، ليش هيك كاتبين تحتها؟ حكيت مع مايا ليكم جايين. ماما هي احدى مقولاتي اللي صرحت فيها لمحطات الاخبار والجرايد. ولك دخيل عينك شو حكيك راتب وموزون، طالع لخالتك. يمكن اجوا. خالتي شو رايك بهالنظرة؟ ثاقبة بهالزورة خارقة. عليه ميوشة، تفضلوا تفضلوا. سهلة، هذا هو فخري البطل ميس وكيندا ونور. هاي. أهلين. تعرف الصورة بتبين أكبر بكتير. لا ميس عن جد عاطي عمره. ليش واقفين؟ تفضلوا تفضلوا. فخري شو برجاك؟ تور. واو، نفس برج خطيبي. بتعرف شخصيتك كتير بتشبه برجك، صاحب موقف وعنيد وبتعرف شو بدك، وكتير جذاب. خجلتيني ربحي. الله يخليك، احكي لنا عن موقفك السياسي. مو معقولة نور، اسمه فخري مو ربحي. خلونا نتصور مع البطل. لك يقبرني. بتعرف انت على الطبيعة كتير كربوج. يلا فخري بدنا نتصور معك. قوموا صبايا انا رح صوركم. واحدة تانية مع إشارة النصر. معقولة هالشي اللي عم يصير يا عمي تشي؟ بصير هالشي؟ بعد ما كنت العنصر الأول بالاعتصامات، صير شقفك كومبارس تافه وسخيف حق نص فرنك. حتى رفقات الفهمانين
واللي ما بتهمه المظاهر الكذابة، ما على لسان غير سيرة البطل فخري. أنا بزمتك بزمتك يا عمي زياد، فخري صار بطل. شو أعمل؟ ها؟ اللي شو أعمل؟ اطلع من ثيابي؟ ها؟ 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 وهي طلعت من ثيابي؟ العمى على القصة. حالي تعبان يا ليلى، خطي ما فيش، انت غنية يا ليلى ونحن درويش. حالي تعبان يا ليلى، خطي ما فيش. شايفة عامل قيام اليوم؟ معناتها اليوم فخري عنده شغل منيح يقبر قلبي. جهزتوا له الفطور لفخري؟ ايه كل شي جاهز على الطاولة. الو. ايه يا ميت، اهلين وسهلين بالست جاكلين. اهلين بنور العين. فخري؟ يو، شو بده من فخري على الصبح؟ ابصار. والله لساته نايم. لا، ما منحسن نفيقه، خطيت تعبان. ايه قومي تعي لعنا انتي هلا، بتشوفي قبل ما يروح على الاعتصام. ايه يلا بسرعه، الله معك، مع السلامه. شو بدها الست جاكلين؟ ما بعرف، قال عاوزته لفخري. ولك صباحه صباحه للبطل تقبرني. رح جهز لك الشاي. ايه بس هلا اتصلت الست جاكلين وقال عاوزتك ضروري، استناها. ها هلا جايه هي. اوه عن جد ما عندي وقت، احرجتيني خالتي. صباح الخير. ولك صباح النور تقبرني. يلا حبيبي الفطور جاهز. لا لا يسلموا، مالي نفس، بدي اشوف الاخبار بالاول. ما في داعي خالتي، انا بحكي لك اياها، شفتها بثلاث قنوات. اسكت يا فخري، قايمه لقيامه وهالابات شي نازله قصف، يبعث لي حم عليهم. يا لطيف. مو بس هيك، والدبابات يا على قامتي عم تهد بهالبيوت، ومجلس الامن قايم قاعد. طيب على هوا ما شفتوا الاتحاد الاوروبي شو رايه؟ استنكر. والجامعة العربية شو عملت؟ شجبت. والأمم المتحدة؟ أدانت. لكان أنا رايح ندد بالاعتصام، بيكونوا رفقاتي ناطريني. والفطور خالتي؟ لا لا شكرا كتير، الواجب عم يناديني، بخاطركم. طول هالفخري ما هيك؟ قلت لك بجوز يطول. يعني عليك إن شاء الله، نعستي ما هيك؟ لا مو مشكلة، أنت مسكينة هلكتي إلك من الصبح عم تستني. علينا الله يسوقك يا فخري. ها يمكن اجا. مرحبا. يا اهلين 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 يا فخري، اهلين. الله يعطيك الف عافيه، الحمد لله على السلامه. والله كبرت وصار بدنا موعد لحتى نشوفك يا فخري. تقبرني انا رح احضر لك العشاء، عود انت مع الست جاكلين الى عم تستناك من الصبح. تفضلي ست جاكلين. يلا. ايه فخري، بالمختصر المفيد انا حابه اني شارك بالنضال السياسي، بس ماني عرفانه شلون. بما انك انت صرت بروفيسيونيل بهالقصص هي، ومشان يكمل برستيجي بدي اياك تعلمني. يعني بدك تصيري مناضله مو هيك؟ ايوه مناضله، يا عيني عينك انت قلتها. ايه الحقيقه يا ست جاكلين، النضال مو كلمه بتتم، بعدين مو كل مين بده يناضل صار مناضل. لك علمني، الله يرضى عليك علمني. شوفي لازم تشتغلي على الشكل والمضمون. يا على الشكل كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ النضال يا ست جاكلين ما بيصير بهدول الأظافر، بهدول الخواتم، بهذا الشعر، لك بهذا الثعلب اللي معلقتيه على كتفك. النضال بده معاناة، بده همشرة، يعني بدل هالثعلب حطي سلوك تهمشري لك شوي. يي شو تهمشر؟ لا لا لا، إذا هيك النضال شغلة كتير كتير صعبة، يعني بأظافر ما بيمشي الحال. شوفي ما رح صعبة كتير عليكي، يعني انت ناقصك شوية اكسسوارات، سلوك على رقبتك، علم بإيدك، إشارة النصر لازم تكتري منها. هلأ مننتقل على بند المضمون، لازم تحفظي الأغاني الوطنية والهتافات والشعارات، ومو بس هيك. ايه وشو كمان؟ لازم تألفي شعارات كمان. ايه بس أنا ما بعرف ألف. لكان رح سمعك كم مصدر من الشعارات اللي أنا مألفهم، بس ما بتسرقيهم مني؟ يلا يرضى عليك يا فخري. اسمعي. يا فلسطين شد الحيل، فرج الدبابات الويل. ايش حلو. اسمع الثاني. على صوت الاربيجه هد بلاد السي اي اي.
لا ما حبيته، هذا تقيل على الاذن. يو اسمعي الثالث لكان. يا حريه وينك وينك، ما في حاجز بيني وبينك. ايه هذا هو اللي كنت عم دور عليه. اسمعني اسمعني فخري، اسمعني كيف بدي اقوله. يا حريه وينك وينك، ما في حاجز بيني وبينك. فخري دخلك بدر الواحد يهتف بالمصري. لك طبعا نحن امي واحده. اسمع لك عن هالهتاف، هم بياكلوا حمام وفراخ واحنا القعده وخنا وداخ، شو رايك؟ تفضل خالتي. تأخرتي علي بالقهوة خالتي، تأخيرك هاد بيخليني أتأخر على الاعتصام. تقبر قلبي ما تواخذني. ايه مو مشكلة مو مشكلة، تأخر لك شربع ساعة ما راح يصير شيء. ايه ما بيعرفوا يعملوا شيء من دوني. خالتي صباح افتحينا التلفزيون خلينا نشوف شو صار في الدنيا. صبوحة قلبينا على شبه الجزيرة. وأحداث أخرى كثيرة، لنبقى مع مراسلنا من هناك. بالروح يا فلسطين، بالروح بالدم، نبيك يا فلسطين، بالروح بالدم، نبيك يا فلسطين، بالروح بالدم، نبيك يا فلسطين. هذه هي الرسالة، يا فلسطين، هذه هي الشجاعة، يا فلسطين. نعم بالدم، نعم أعزائي المشاهدين، إن عمرا النسوان يا بلا. طبعا طبعا يا هيك الشجاعة يا بلا. خلونا نقوم على المطبخ نلحق نلف يبرق للسجاكي. يعني غدانا يبرق اليوم؟ لا انت مطيلي اياها بشي من امبارح. اليبرقات للسجاكلين بطلة، هي بطلة. يلا يلا يا 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 فخري لك بلش تنق. السجاكلين عم تضحي بحياتها، اقل منا نروح نهنيها. يو وانا كمان بطل. بالله اي بطوله عن بطوله بتفرق. فيديل انت شو مشاريعك؟ شو عامل بالله؟ والله ماني عامل شيء قاعد. طيب شو رايك نعمل لنا شيء مشروع؟ حاسس حالي مليت فجأة. شو شايفك اخيرا بدك تمنحني من وقتك الثمين، بالظاهر ما عاد عندك اعتصام. ما لا يا أخي أنا تركت، ما عاد بدي هالشغلة، مو تاري الاعتصام لأهله للسجاكلي. إيه ليش لا؟ على كل حال أنا حاب سمعك كم كلمة، صار لي زمان مخبيهم وكابتهم وخايف بقهم غصب عني، بس هلأ صار وقتهم. شرف الحقني لسمعك ياهن يا بطل.